السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة عملة عرف الكذب. قد تم بعض الإخوة طلبوا مني عملة FTM وسنقوم بتحليلها إن شاء الله اليوم لنرى ما هي أهم الفرص المتوقعة أو ما هي أهم التوقعات، ويعني لنرى هل سنتعلم منها شيئا اليوم، لأنني أرى فيها يعني ربما معلومات جيدة ستفيدنا في تعلم التحليل الموجي والبرايس أكشن بطريقة منطقية. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، هذا هو رابط القناة، بها نضع آخر عروضنا وآخر عرض ودورتين بسعر دورة واحدة، التحليل الموجي والبرايس أكشن، يعني 34 فيديو. في الحقيقة دعوني أشرح لكم كيف تمر الدورة، لأن هناك الكثير من الإخوة يسألوني عن ذلك. بالتالي أولا سأشرح لكم، أعطوني دقيقة من وقتكم من فضلكم لأشرح لكم الدورة. أولا أخي الكريم، الدورة فيها مدرستين، فيها مدرسة التحليل الموجي والبرايس أكشن، فيها مدرسة التحليل الموجي. طيب يعني أعطوني دقيقة أشرح لكم لأنه مهم جدا. فيها مدرسة التحليل الموجي سنسميها ويف أناليسيس، وفيها البرايس أكشن. هاتين المدرستين فيها 34 فيديو في المجموع، 34 فيديو في المجموع، 25 ساعة من المعلومات. هاتين الدورتين أو المدرستين يمكن تطبيقهما في أي سوق به متداولين. في هذه ال 34 فيديو بها استراتيجيات الدخول والخروج من الصفقات، فيها كل شيء ينفعك للتداول واحتراف التداول. بعد مرور الشهر الأول من أخذك للدورة، حتى نضمن أنك رأيت كل الفيديوهات، يمكنك البدء بطرح الأسئلة questions. يمكنك البدء بطرح الأسئلة وإرسال تمارينك إلى رابط التليجرام، إلى رابط التليجرام الذي تعرفونه، الذي هو هذا الرابط، وهو الذي تتصلون، يكون معي بيني وبينكم فيه تواصل دائم، تواصل دائم. لذلك أقول لكم إذا أردتم استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة أن تأخذوا الرابط كاملا، لأن هذا هو رابط تواصلنا. يعني لا أعطيك الدورة فقط وخلاص، لا، أتابع معك. يعني بعد مرور الشهر الأول من أخذك للدورة يصبح لديك الحق في طرح الأسئلة، في إرسال تمارينك، ونصححها معك ونتابع معك إلى أن تحترف. كذلك بعد الشهر الأول من أخذك للدورة يمكنك الاشتراك في قناة التحليلات اليومية، التحليلات اليومية. هذه القناة، قناة التحليلات اليومية، سنرمز لها بـ A Analysis، قناة التحليلات اليومية، هي للتطبيق، ليست توصيات، ليست توصيات. لا أعطيك سعر الدخول والخروج، لا، بل أحلل مجموعة من الأسواق مثل البيتكوين، الذهب، اليورو دولار، والداو جونز، وحلل، وأنت تأخذ ذلك الفيديو الذي أرسلت لك وتقوم كذلك ترى هل أنت كذلك يعني حللت بنفس الطريقة أو لا، حتى تعرف أخطائك. بالتالي هذه الطريقة تمكنك من التطبيق واحتراف التحليل الموجي والبرايس أكشن أكثر. بالتالي نحن لا نعطيك فقط 34 فيديو وخلاص، لا، هناك أمور أخرى موجودة في الدورة. لذلك أردت أن أشرح لكم هذا الأمر. بالتالي إذا أردتم استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة، هذا هو الرابط، سأضعه لكم في التعليقات. خذوا الرابط كاملا، لا تأخذوا فقط هذا الاسم الأخير، لا، خذوا الرابط كاملا، هناك الكثير والكثير من يريد النصب عليكم. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي تثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية، إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. طيب، FTM، FTM USDT، كريبتو، عفوا، سأمزح هكذا ونأخذ الباينانس مثلا. إذا ماذا لدي في هذا الاف تي ام؟ سأذهب إلى فريم اليومي لنرى أو حتى فريم أسبوعي حتى يكون لدينا تفاصيل أكثر ونرى ماذا لدينا. طيب لاحظوا معي، لدي يعني حركة ثم نطاق، دخول البيج بوي هنا، هنا دخل الحوث ثم بوم، صعد السعر بقوة، تزايد في الزخم بين هاتين الموجتين، مما يعني أنه بعد أن يكون لدي تصحيح هنا سأبحث عن صعود مثل هذا الصعود أو أكثر، ربما أكثر، لأن هذا التصحيح سيكون كبيرا. جميل جدا. طيب الآن هذا التصحيح ماذا به؟ به موجة واحدة ثم موجة ثانية،
هل اكتمل هذا التصحيح؟ لا، قد يكون هناك تصحيح هنا ثم صعود ثم رجوع يعطينا regular flat قبل الصعود، أو قد يعطينا running flat قبل الصعود، يعني يعطيك تصحيح هنا ثم صعود يكسر القمة ثم يرجع لهنا ثم بوم يصعد يعطيك running flat أو expanding flat أو contracting flat. هناك مجموعة من الأمور، لكن ما أريدك أنت أن تعرفه هو أنه لديك نطاق هنا سيكون. هل ممكن أن يصعد السعر من هنا هكذا ويكسر القمة؟ ممكن، وبعد ذلك يعطينا running flat للصعود. طيب الآن ما هو دوري؟ دوري هو أن أعرف ماذا يقع هنا. إذا سأنزل بفريم إلى فريم اليومي لأرى. أوكي، الآن ستبدأ الصورة بالاتضاح. الآن ستبدأ الصورة بالاتضاح. ماذا لدي؟ لاحظوا الكل سيارات الصعود القوية، اف تي ام طار، اف تي ام طار، يجب أن نشتري. ما يعني والله مشكلة. طيب ماذا لدي؟ لاحظوا أنا لدي هذا التصحيح، هذا هو التصحيحي. إذا هنا دخل بيج بوي، سأحلل هاتي الموجة. ماذا لدي في هاتي الموجة؟ أولا أريد أن أرى لدي ديفيرجنس، لا ليست هناك ديفيرجنس. جميل، إذا لدي موجة أولى تصحيح ثم موجة ثانية، هل هناك نقص في الزخم أو زيادة في الزخم؟ لنرى. يجب أن أقوم بالقياس، مهم جدا، من هنا إلى هنا. نأخذ هذا، أو زيادة في الزخم، مما يعني أنه أوكي، يعني قوة شرائية، قوة شرائية، يعني ينتهي هذا البيع، نبحث عن الشراء. تمام، متى سينتهي هذا البيع؟ عندما ينقص الزخم، عندما ينقص الزخم. ماذا لدي؟ لدي موجة أولى تصحيح، موجة ثانية تصحيح، موجة ثالثة. آخر موجتين هل هناك نقص في الزخم أم زيادة في الزخم؟ لنرى. هاتي الموجة وهاتي الموجة هكذا إلى هنا. انزل بفريم لأرى هذا التصحيح أفضل هكذا. أوكي، لاحظوا أوب، لنرى هل هناك زيادة في الزخم أم نقص في الزخم. أوه، زيادة في زخم البائعين، زيادة في زخم البائعين. تمام، بالتالي هذه الحركة ما هي فقط إلا تلاعبا. لماذا؟ لإدخالك في الصفقات. طيب كيف إدخالك في صفقات شراء؟ لماذا؟ لأنك ستقول اوكي انا لدي موجه فيها دبليو اكس واي اكس زد، اذا كنت ذكيا، هذا اذا كنت ذكيا، دبليو اكس واي اكس زد، خلاص انتهت بنيتها هاتي الموجه. اذا ربما اذا كان لدي كسر للترند لاين، لهذا الترند لاين، سادخل شراء مثلا. اذا كان عفوا كمان دونت دو ذس، اذا كان لدي كسر لهذا الترند لاين سادخل شراء. اوكي، تصحيح كسر ثم تصحيح سادخل شراء، لأن السعر سيطير. لكن المشكلة أن هناك زيادة في زخم آخر موجة، آخر موجة في بنيتها الداخلية، وكذلك زيادة في موجات الفريم اليومي. مشكل كبير جدا. بالتالي لدي جدارين، لدي هذا الجدار من هنا إلى هنا، وكذلك لدي هذا الجدار. تمام، طيب كيف سأتصرف؟ ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى زيادة في زخم البائعين، موجة ثم الموجة الثانية، أوكي، زيادة في الزخم، موجود زيادة في الزخم، وأحتاج إلى تصحيح مثل هذا التصحيح هنا أو أكبر منه، لكي أتأكد أنه البائعون لن يظهروا لي مرة أخرى لينزلوا السعر. بالتالي أحتاج إلى تصحيح هنا أو هنا يكون مساويا أو أكبر من هذا التصحيح، إذا أردت أن أتوقع الصعود أن يكون فوق هذه الموجة أو فوق هذه الموجة. تلاحظون قوة التحليل الموجي، أعرف بالضبط المنطقة التي أريد. هل هذا الريجولر فلات كنت سأشتريه من هنا؟ لا، لأن عندي زيادة في الزخم. لن أكذب عليكم وأقول لكم لا كنت سأشتري هذا، لا أبدا، حتى لو صعد إلى هنا أحتاج إلى تصحيح قبل البحث عن الصعود. طيب إلى أين؟ إذا دخلنا إلى أين سيكون الهدف، بما أن هذا التصحيح ربما أكبر من هذا التصحيح؟ لا، يعني سنأخذ فقط حتى نكون أكثر حذرا، سنأخذ فقط هذه الموجة 127 فيبوناتشي إكستنشن، يعني إلى 4.39، هذا هو الهدف. إذا دخلت هنا
كسر القمة تحول وقف الخسارة إلى بريك إيفن، والهدف الأول هو هذه المنطقة. تلاحظون؟ إذن لنعيد. أنا الآن لدي زيادة في الزخم الشرائي، لكن لكي أدخل الشراء أحتاج إلى نقص في الزخم البيعي. الزخم البيعي لا زال موجودا، ليس هناك نقص، بالتالي أحتاج إلى تأكيد حتى لا أجد نفسي في مناطق سيئة. بالتالي إما أن يصحح لي فوق هذه المنطقة ثم أبحث عن الصعود، أو يصحح لي فوق هذه المنطقة ثم أبحث عن الصعود. في جميع الأحوال سأكون متأكدا بنسبة 90%، لكن إذا دخلت الآن لست متأكد. لماذا؟ لأنه في احتمال كبير أن يرجع، أن يكون هذا فقط تلاعب بك ويرجع السعر إلى هنا يكسر القاع، قد يعود إلى هنا ثم يصعد ثم يعود ثم يصعد لتكون هذه الموجة بي، ثم يكون هذا هو التصحيح قبل الصعود. لذلك أنت في منطقة خطيرة جدا، لذلك يجب الحذر. لذلك هذا الـ FTM كما قلت لكم أحتاج أن أرى تأكيدا، إما تصحيح فوق هذه المنطقة التي نحن فيها الآن أو تصحيح فوق هذه المنطقة، لكن ليس أي تصحيح، أحتاج إلى تصحيح مثل هذا التصحيح أو أكبر، مثل هذا التصحيح هنا أو هنا لأتوقع الصعود أو أكبر. غير ذلك أي موجة دافعة ثم تصحيح هي للبيع، أي موجة دافعة ثم تصحيح هي للبيع، لأن الزخم هو بيعي آخر الموجتين. لاحظوا هناك تزايد في الزخم البيعي، يعني أن البيعين لازالوا أقوياء، لازالوا لم ينتهوا أصدقائي، لازالوا لم ينتهوا. والذي يؤكد لذلك أكثر هو أنه لو كان البائعين قد انتهوا في هذه المنطقة ما كان سيحدث لهذا التصحيح الكبير، كان السعر سيصعد بقوة، لن يعطيك فرصة حتى أن تنتظر هذا التصحيح. أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، أتمنى أني شرحت لكم كيف تمر دورتنا التدريبية. إذا أردتم الاشتراك في عرض دورتنا بسعر دورة واحدة ما عليكم إلا استغلال هذا العرض والاشتراك انطلاقا من التواصل معي من هذا الرابط. خذوا الرابط كاملا، لا تأخذوا فقط هذا الجزء الأخير، لا، خذوا الرابط كاملا. هناك الكثير من النصابين يتربصون بكم وينتحلون شخصية صاحب قناة العلم يعرف الكذب. لا تنسوا أن تفجروا لايك، ضعوا تعليقاتكم سأل الفيديو، ولا تنسوا أن العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم يوسف عشي من فرنسا. قد بدأت الاهتمام بهذا المجال الذي مدة أكثر من عام منذ فترة أزمة كورونا، ولهذا توجهت لهذا المجال من أجل كسب المال بسهولة، ولكن كما قال الأخ وسام إنه مهنة خطيرة ويمكن أن تخسر أموالك، وبالفعل خسرت أموال طائلة رغم أني استعنت بدورة تدريبية بايضة الثمن، ففقدت الأمل وفقدت الثقة في نفسي وبدأت بالانسحاب، حتى صدفة ومؤخرا تعرفت على قناة العلم لا يعرف الكذب في اليوتيوب للأخ وسام، الذي بفضله استعدت الأمل وثقة في نفسي مع الفهم التفصيلي والمنطقي للتداول الذي يمكن تعلمه بطريقة جد وسهلة وبسيطة في متناول جميع كل المستويات. تحياتي للجميع، بدي أشكر الأستاذ وسام على دورة البرايس أكشن اللي كانت المفاجأة كتير حلوة من بعد دورة تحليل الموجي، والمفاجأة اللي فيها إنه بسيطة، طبعا بحتاج إلى تركيز ومحتاج إلى تكرار ولاستمرارية، بس طريقة الشرح بإيجاز وبمخزة كتير غني بالمعلومات. فبتشكر الأستاذ وسام على هاي المفاجأة الحلوة اللي قدم لنا إياها واللي هي البرايس أكشن. شكرا كتير أستاذ وسام. السلام عليكم أخ وسام، أتمنى تكون بخير. نشكركم بزاف على الدورة تاع التحليل الموجي، يعني الدورة الرائعة بمعنى الكلمة. يعني حتى اللي ما كان عمره دخل التداول بحالي انا، عمري دخلت التداول، عمري داولت يعني عاد جديد في الميدان صراحه. يعني كتشوف يعني التحليل ومن كتجي للتطبيق كتلقى داكشي اللي كاين في الدوره كاين
يعني كاين في الشرط نتاع المنصات نتاع التداول، يعني من يعني الدورة رائعة جدا. كنصح أي واحد كيف ما كان المستوى ديالو في التداول، واخا يكون زيرو كفي. أنا يعني بديت من جديد كيف ما كان سميتو تاع التداول، يعني المستوى ديالو في التداول، ياخد هاد الدورة ورخيصة، يعني ماشي شي ثمن اللي هادي يعجز الإنسان. والصراحة القيمة تاع الدورة والقيمة تاع الإنسان، يعني قيمة تاع الإنسان اللي كي شدها غير على الناس اللي معاه، اللي داخلين معاه في الدورة وباغيهم يتعلموا. صراحة هذاك الشيء لا يقدر بثمن. يعني السلام عليكم، وإن شاء الله تشوفوا ساعة خير.